تقوم شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية بتنفيذ مشاريع مهمة واستراتيجية في محافظة ميسان. المشروع الأول هو مشروع إنشاء الممر الثاني لطريق بتيرة فجر آل بدير. تم إنجاز الأعمال الترابية وأعمال الحصل الخابط، وتم إكمال طبقة الأساس القيري، والطبقة الرابطة باقي لها فقط 4 كيلومتر. المشروع الثاني هو مشروع الكوت الحدودي الإدارية لمدينة العمارة. أيضا المشروع تم قشط الطبقات المتضررة ومعالجة المطبات والحفر، واليوم احنا نسبة إنجاز المشروع بحدود 65%. سيتم إنجاز المشروع بالكامل إن شاء الله خلال نهاية عام 2022. مشروع الممر الثاني طريق بتيرة فجر آل بدير من المشاريع المهمة الوزارية التي أحيلت لمحافظة ميسان، وتعتبر الرابط الرئيسي بين محافظة ميسان والمحافظات الوسطى. طول الطريق هو 72 كيلو متر تقريبا، وصلت نسبة الإنجاز 80% للمشروع.